احتفلت الفنانة الشابة ليلى زاهر بعيد ميلادها عبر حسابها على موقع صور انستجرام، ونشرت الممثلة الشابة صورة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة نالت إعجاب العديد من جمهورها وانهالوا عليها بالتعليقات الإيجابية والتهنئة. تم تكريم الفنانة الشابة منى عرفة بمهرجان آخر موضة وسط مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام، وهذا الاحتفال تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة. خطفت منى عرفة الأنظار إليها بمجرد دخولها القاعة، ارتدت فستانا أزرق قصير يبرز أنوثتها. ظهرت منى خلال الحفل بمظهر مختلف بعد أن قصت شعرها مؤخرا. ظهرت والدة منى عرفة إلى جانبها بعد تكريمها وهي ترتدي الحجاب، وصار ظهور والدتها جدلا خصوصا أنها لم تظهر معها في أي حفل تكريم سابق. كان آخر أعمال منى الجزء العاشر من مسلسل رجل وست ستات، وهو المسلسل الذي شاركت فيه في كل أجزائه. منى عرفة تبلغ من العمر 16 عاما، وبدأت التمثيل وهي طفلة صغيرة في عمر 5 سنوات.